يساعدك لو اتجوزتي. حكايتي على NBC4. رمضان يجمعنا. ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما، وهنرجع بنكمل بقيه التريلرز اللي فاضل لنا بتاعه رمضان. النهارده اول تريلر رياكشن اللي هنعمله مسلسل حكايتي بتاع ياسمين صبري. كالعاده طبعا ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. انتوا ياما بهدلتوني وبهدلتوني. هو انتوا ما كفاكوش ان ساب لكم كل حاجه وقعد في البيت كافي خير وشر؟ دم ابويا غالي يا ابن عمي. هو انتوا الاجرام ده في دمكم؟ مناش صالح باللي قتل ابوك. اختك وادهم بيقرطصوك، هتجيب لكم العار. عايزك كمان نقضيها في الخان. قولي لي الحكايه واصله بينكم لحد فين؟ انا عندي مشاكل كتيره قوي مش عايزه ادخلك فيها. لما احب احس بالامان هكلمك. 300,000 جنيه وتشيلي يا ابني من دماغك. عندك فكره ان الولد ده بلد اسكندريه كلها حنينته عليه؟ وهناك يا سعدك لو اتجوزتي. حكايتي على NBC4. رمضان يجمعنا. اوكي يا جماعه، التريلر ما شدنيش قوي لياسمين صبري. انا مش بحب ياسمين صبري قوي، وبعد كده بصراحه مش بتقبلها قوي في الليدنج رول. يعني بحسها للاسف، يعني انا اسف، بحسها ان هي اخده حجم اكبر من حجمها. يعني ان هي لسه ان هي تبقى يعني لسه من دلوقتي ان هي تبقى ليد رول يعني وكده. انا شايف ان في ممثلين احسن بكتير يعني منها، ان هم يستحقوا يعني الفرصه دي ان هي يبقوا ليد رول يعني. بس هي بحسها لا، بالنسبه لي انا بحسها لسه مش ليد رول قوي يعني. ف للاسف مش عارف اذا كنت هتفرج عليه ولا لا، فما اعتقدش، ما شدنيش قوي التريلر يعني. وتقريبا ياسمين صبري وهي صغيره بيجي لها صدمه عصبيه، تقريبا ابوها بيتوفى وبتضطر ان هي تتنقل للصعيد وكده. وبعد كده بتحصل بقى المشاكل هناك والكلام ده كله. وحتى يعني المشكله حتى ان ياسمين صبري ما فيش حد يسندها يعني كليد رول كراجل يعني معاها. بحس ان ما فيش حد يعني، هو انا شفت شغل احمد بدير وكده يعني، واحمد صلاح حسني، فمش دول اللي يعتبروا الليد رول يعني. برضو على الرغم ان احمد بدير يعني تاريخه وكده، بس مش حاسسهم قوي في الليدنج رول يعني كسبورتنج رول. ممكن كاست ياسمين صبري واحمد حلاوه واحمد بدير واحمد صلاح حسني ومها بعوف وادوارد ووفاء عامر واحمد حاتم. الاخراج لاحمد سمير فرج اللي عمل زل الرئيس وراسل غول. انا صراحه ترقبي للمسلسل ده 6/10 يعني. هنشوف برضو لو هنتفرج عليه ولا لا يعني، بس ما اظنش يعني. بس لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. الولد ده بلد اسكندريه كلها حنينته عليه، وهناك يا سعدك لو اتجوزتي. حكايتي على NBC4. رمضان يجمعنا.